اللي صار هو سوء تقدير وصدفة انه صار هذا الشيء بالمكان الغلط. يمكن لو وقع الشحنة بغير مطرح كيف ما كانت، والتصرف اللي صار من الشباب اللي نزلوا من الشحنة كان بغير إطار انه اعلنوها انه هي لمين وصاروا يدافعوا عنا باستفزازية، ما كان بدها الامور هالقد. كانت الجيش لازم يجي على السريع يطوق الموضوع وينتهي ببساطة وما تكبر هالقد الامور. يعني للأسف يعني إن شاء الله ما تتكرر هالأمور، لأنه إحنا بهالبلد منحب ندلنا إيد وحدة. نحن اليوم عنا دفن، عم ندفن فادي بالجاني، ما عندنا كلام نحكي إلا دفن هالإنسان الله يرحمه. أكيد ما مات، مش لازم يموت هالموتة الله يرحمه. هلأ الصمت هو رمز الموقف.